السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة توفير الرعاية الصحية لكل الجرحى. التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، الحيثيات والتحديات. الشيخ حميد الأحمر يلتقي برئيس البرلمان التركي لبحث سبل دعم القدس وفلسطين. مرحبا بكم. التقى رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي اليوم وفد مجموعة أبو اللؤ الطبية الهندية الذي يزور محافظة عدن في إطار التعاون والشراكة التي أبدتها المجموعة للمساهمة في علاج الجرحى اليمنيين وفق آلية منظمة مع وزارة الصحة العامة والسكان والجهات ذات الصلة بالمحافظة. وخلال اللقاء أكد رئيس الجمهورية على عمق العلاقات بين اليمن وجمهورية الهند على المستويين الرسمي والشعبي، مشيرا إلى أن هذا التعاون الطبي يأتي في سياق خصوصية العلاقة بين اليمن والهند، خاصة في مثل هذه الظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا، منوها إلى أن تقديم الدعم والتسهيلات اليوم سيكون لها الأثر النفسي والمردود الإيجابي على مستوى تعزيز الثقة والتعاون المستقبلي على مختلف الأصعدة. وقال رئيس الجمهورية: إننا بحاجة إلى توفير العناية والرعاية الطبية للجرحى والمصابين بمختلف حالاتهم، والتي يستدعي تحديد الأولويات وتوفير الإمكانات البشرية والتقنية لمعالجة ما أمكن في المستشفيات داخل اليمن وإيفاد الحالات التي سيحدد الفريق الاختصاصي سفرها للخارج. من جهته ثمن المدير الإقليمي لمجموعة أبلو الدكتور وليد البكيلي ما يقدمه رئيس الجمهورية من ترحيب وتسهيلات تأتي في إطار حرصه على تخفيف المعاناة عن الجرحى وتوفير العلاج اللازم لهم. جاء التحالف الإسلامي الواسع من أجل مكافحة الإرهاب في لحظة مفصلية بالغة التعقيد ليضع حدا لمساعي توظيف ملف الإرهاب ومحاولة إلصاقه بجهة أو طائفة دون غيرها بعيدا عن الحقائق والمعطيات على الأرض. مزيد من المقاربة في سياق التقرير التالي. من أحلام الأمس إلى حقائق اليوم انتقل التحالف الإسلامي، تحالف ولد عملاقا منذ البداية شامخا من أول لحظة، معلنا بوضوح أن أمة تحجز مكانها في خانة المليارات من حيث العدد، قادرة على أن تحجز مكانها في عالم الفعل، متغلبة على غثاء الكم بفعالية الكم والكيف معا. أشهر المتحالفون تحالفهم الواضح، تحالفا إسلاميا يحارب الإرهاب، فأسقطت ادعاءات الأدعياء الذين حاولوا وما يزالون أن يجعلوا الإرهاب منتجا إسلاميا. وفي ذات الوقت سحب التحالف البساط من تحت أقدام إيران التي تصر في تقاربها مع الغرب على تصوير نفسها حائط الصد الذي تتحطم عليه جماعات الإرهاب، فيما الحقيقة أن إيران أحد أبرز منتجي الإرهاب ومموليه على مستوى العالم، وفي جماعات العنف التي تدعمها طهران خير دليل، وما خفي أعظم وأخطر. إعلان التحالف الإسلامي خطوة تجعل من المؤكد أن ما بعد منتصف ديسمبر 2015 لن يشبه ما قبله، فالتحالف من حيث الهدف والأعضاء المكونون يبدو خطوة بعيدة المدى والتأثير في عالم الكبار، حيث أمة تستعيد قرارها وتستثمر نقاط قوتها في حفظ سلمها وسلام العالم من حولها وإبعاد الشبه الكاذبة عن دينها، دين السلم والسلام. التفاؤل بإعلان التحالف لا ينفي القول أن تحديات البقاء والفاعلية تبدو أكبر مما يتصور البعض، ففيما شن بعض المرتبطين بإيران هجوما حادا على التحالف، صرحت روسيا أنها تنتظر توضيحا من السعودية بشأنه، فيما لا تزال جهات أخرى تتخذ من الصمت ستارا
يخفي غضبها من ميلاد تحالف بدأت لحظته الأولى ب34 دولة، ثم استمر العدد في الازدياد. وإذا كان العدد بحد ذاته يمثل نقطة قوة في رصيد التحالف، فإن تنوع نقاط القوة في الدول الأعضاء ضمن للتحالف أيضا امتداد الجغرافيا وثقل الاقتصاد وميزان القوة وقوة القرار السياسي. هي إذن قفزة هائلة نحو الأمام، قفزة مدروسة وغير متوقعة، لم يفق المتفاجئون بها من هول الصدمة لدى البعض ومفاجأة الفرحة لدى الآخرين. وإذا كان الإعلان عن التحالف قد صادف رحيل سنة، فإن المسلمين يتفاءلون بأن يكون التحالف بشرى الخير برحيل سنوات عجاف مملوءة بالقتل والدمار ومجيء أعوام رخاء فيها تستقر الأوطان ويأمن المواطنون. سنت مقاتلات التحالف العربي غارات على أهداف ومخازن أسلحة في مديرية باجل بمحافظة الحديدة، وقال شهود عيان إن أكثر من 10 غارات استهدفت المعهد المهني الذي تحتله ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع، كما استهدفت الغارات مخازن أسلحة وذخائر تابعة للميليشيا في منطقة القرار غرب مدينة باجل ومواقع للحرس الجمهوري التابع للمخلوع صالح. يعتقد أنها كانت منطلقة لصاروخ باليستي استهدف منطقة صافر في محافظة مأرب منذ يومين. يأتي هذا في عمليات نقل تقوم به ميليشيا الحوثي والمخلوع للأسلحة إلى مواقع مختلفة في مديرية باجل والضحي وبيت الفقيه والزرانيق والدريهمي وفي الخوخة، حيث قال شهود عيان إن غارات استهدفت أطقما لميليشيا الحوثي والمخلوع وتم إعطابها بالكامل وقتل كل من فيها. استشهد مدني وأصيب 24 آخرون في قصف لميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابي على الأحياء السكنية بمدينة تعز في خروقات مستمرة للهدنة الإنسانية التي تم تمديدها أسبوعا إضافيا، حيث شنت الميليشيا الانقلابية هجوما عنيفا على مواقع المقاومة في منطقة ثعبات مصحوبا بقصف مدفعي من تلة السلال والمكلكل والدباءة شرق المدينة، في حين قصفت الميليشيا المتمركزة في جامعة تعز مواقع المقاومة في تلة السفينة وأحياء الدحي وصينة وقرى جبل صبر بالمدفعية الثقيلة، وسمع دوي انفجارات عنيفة، وأسفر القصف عملية الهجوم عن استشهاد 2 من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وإصابة 17 آخرين، في حين قتل 17 من ميليشيا الحوثي والمخلوع وجرح 22 في مواجهات عنيفة مع المقاومة الشعبية والجيش الوطني. إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة صباح اليوم عدة غارات على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي والمخلوع في منطقة الراهدة والشريجة بين تعز ولحج، وتأتي هذه الغارات في سياق الرد على خروقات الميليشيا للهدنة. وكانت قيادة التحالف العربي قد أكدت مرارا احترامها للهدنة، إلا أنها شددت في الوقت نفسه على الالتزام بالتصدي لمحاولة تغيير واقع العمليات على الأرض من قبل المتمردين الذين خرقوا الهدنة منذ اليوم الأول. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أن عدد النازحين داخل البلاد ارتفع خلال الشهرين الماضيين إلى نحو 2.5 مليون مواطن، بزيادة بلغت 9% من إحصائيات أكتوبر الماضي. وقال المكتب في تقريره السادس الذي نشره اليوم إن هذا الرقم يساوي 8 أضعاف عدد النازحين في شهر مارس الماضي. وأوضحت مديرة مكتب المنظمة الدولية للهجرة في اليمن نيكوليتا جيوردانو إن 45% من عدد النازحين فروا من ديارهم إلى محافظاتهم الأصلية، فيما فر 55% منهم إلى محافظات أخرى. وأكدت جيوردانو إن
محافظات تعز وعمران وحجة وصنعاء وأبين من أكثر المحافظات تضررا، إذ تبلغ حصة هذه المحافظات مجتمعة 48% من مجموع النازحين في اليمن. نصف عام على وشك الانقضاء، وعشرات الآلاف من الطلاب في تعز بدون مدارس وبعيدا عن العلم، الأمر الذي دفع بالأهالي للبحث عن بدائل لتعليم أبنائهم. نتابع التفاصيل. مبادرة لأجلهم من قبل ساكنات حي الروضة بتعز لجمع طلاب الحي وربطهم بالكتاب والدفتر والقلم. هذا المبنى كان للسكان، فتم جمع العفش لغرفة واحدة بترتيب، وتم فتح هذا المركز لأجلهم كاسترجاع لمعلومات الطلاب، بحيث لا بدل جلوسهم جنب ثلاجة الأموات والمناظر البشعة التي يعيشوها تحت هذه الظروف، كاسترجاع معلومات وأخذ من المنهج الجديد. الإحصائية الآن 150، بس نظرا لضيق المكان فإحنا جمعنا عدة فصول في فصل واحد، فإحنا نتمنى يعني لو يتوسع المكان عندنا في يحاولوا يفتحوا لنا شقة أخرى. المدرسة مجرد شقة تبرع بها أحد الساكنين، وفصول موزعة على الأحواش والمباني، مستغلين كل مكان شريطة أن يكون آمنا للحفاظ على حياة الطلاب. طبعا المواد التي ندرسها جميع المواد، كمواد دراسية قرآن، إسلامية، لغة عربية، رياضيات، إنجليش، كل المواد تقريبا، المنهج كامل يدرس الطلاب بشكل زي المدارس طبيعي. مجهود شخصي مننا كمدرسات الحي، لم نحصل على أي دعم من أي جهة داعمة، ذلك عن طالب منظمة أو أي جهة مسؤولة لتدعم المركز بالاحتياجات الخاصة بالطالب، مثلا توفير كراسة للطالب، توفير منهج مدرسي. طبعا زرتم المركز، لاحظتم كيف جالسين الطلاب فوق بالأرض، يعني نحتاج كمان كراسي. اقترب النصف الأول من العام الدراسي على الانتهاء، وكل مدارس مدينة تعز مغلقة بسبب الاستهداف والعصار، حتى أصبح التعليم بالأحياء والحارات مبادرات فردية بهدف جمع الطلاب وربطهم بالتعليم. فهل سيلاقون الدعم المطلوب لتعليم أبنائهم؟ محمد يوسف، قناة سهيل، تعز. التقى رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس ورئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان بمقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة. وفي اللقاء هنأ الشيخ حميد الأحمر رئيس البرلمان التركي بنجاح الانتخابات النيابية الأخيرة، معربا عن شكر وتقدير الرابطة للدور الهام الذي تقوم به تركيا حكومة وشعبا في دعم قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. هنا الشيخ حميد الأحمر رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس رئيس البرلمان التركي إسماعيل الكهرمان بنجاح الانتخابات النيابية الأخيرة، معربا عن شكر وتقدير الرابطة للدور الهام الذي تقوم به تركيا حكومة وشعبا وبرلمانا في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وذلك في مستهل اللقاء الذي جمعهما بأنقرة لبحث سبل دعم قضايا القدس وفلسطين. وصحب الشيخ حميد الأحمر في زيارته لرئيس البرلمان التركي أعضاء الهيئة التنفيذية للرابطة، وهم النائب سيد أبو مسامح من فلسطين، والنائب عادل راشد من مصر، والنائب جار الله بشير من الجزائر، والمهندس أسامة عوني المدير التنفيذي، والمهندس عبد الله البلتاجي السكرتير التنفيذي للرابطة. وأكد الطرفان البرلمانيون لأجل القدس ورئيس البرلمان التركي على أهمية القضية الفلسطينية بوصفها قضية المسلمين الأولى، مشددين على ضرورة أن يبذل الجميع أقصى الجهود لنصرتها وتحريرها من براثن الاحتلال الإسرائيلي. ودعا الشيخ الأحمر رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس لبذل مزيد من الجهد لصالح القدس وفلسطين، ومنها إنجاز تشكيل لجنة فلسطين في البرلمان التركي وتسمية مسؤول عن الملف الفلسطيني في كل كتلة برلمانية، بالإضافة إلى زيادة عدد الأعضاء الأتراك في رابطة برلمانيون لأجل القدس وتفعيل دور النواب الأتراك في أنشطة الرابطة الهادفة لتفعيل دور نواب الأمة في الدفاع عن القدس وفلسطين. والتقى رئيس أعضاء الهيئة التنفيذية لرابطة برلمانيون من أجل القدس في أنقرة برؤساء الكتل البرلمانية الأربعة في البرلمان التركي، وكذا ببعض النواب الأتراك ورئيس حزب السعادة، وذلك لمناقشة ما من شأنه عودة فلسطين إلى حضيرة العرب والمسلمين.
يذكر أن هذه الزيارة جاءت في إطار تدشين أنشطة رابطة التي تم إشهارها قبل شهرين بمشاركة أكثر من 150 برلمانيا من حوالي 20 دولة عربية وإسلامية. أعلن الناطق باسم المقاومة الشعبية في محافظة الجوف تدشين المرحلة الثانية من عملية تحرير المحافظة، وقال عبد الله الأشراف في بيان إن المرحلة الثانية ستنطلق من المتون غرب المحافظة إلى حرف سفيان، وأن قوات الشرعية مسنودة بالمقاومة الشعبية ستحل في كل شبر من المحافظة وسيحل معها الأمن والاستقرار. ودعا أبناء المديريات المغرر بهم إلى التخلي عن مناصرة الميليشيا الانقلابية حقنا للدماء، وألا يحملوا أنفسهم ما لا طاقة لهم به. وقال إن من سيتخلى عن مساندة الميليشيا فله الأمان وحق العيش بكرامة، مثله مثل إخوانه في ربوع الجوف تحت ظل الدولة والسلطة الشرعية. في حين أعلن قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي عن تحرير 90% من محافظة الجوف، ودعا جميع أبناء الجوف النازحين للعودة إلى منازلهم بعد أن تمكنت المقاومة الشعبية من تطهير معظم محافظة الجوف من الانقلابيين. ارتكبت ميليشيا الحوثي والمخلوع انتهاكات جسيمة في محافظة الجوف بعد سيطرتها عليها لقرابة 6 أشهر، فقامت بتفجير ونهب عدد من المؤسسات والبيوت وهجرت أغلب سكان المحافظة. موفدنا إلى الجوف الزميل زين العابدين بن علي والتفاصيل. هكذا بدت الجوف منذ سيطرت عليها ميليشيا الحوثي والمخلوع في منتصف يونيو الماضي. محلات مغلقة وشوارع خالية وبيوت هجر أبناؤها وآخرين نزحوا إلى الصحاري خوفا من همجية الميليشيا وعبثها، لتعود إليها اليوم الحياة مجددا بعد أن حررها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. قبل أن تدخل ميليشيات الحوثي الصالح إلى محافظة الجوفة كانت الأمور آمنة ومستقرة، وكان الأمن يسود هذه المدينة والحياة الطبيعية تدوم كشيء طبيعي، وكان المواطنون مستأمنون مرتاحون في حياة، يعني ليس قلق وليس هناك حروب، ليس هناك مشاكل، ليس هناك قوة تفرض على المواطنين. والآن عادت المقاومة وعاد الأمل وعاد الخير إن شاء الله بقدوم هذه المقاومة التي دخلت مدينة الحزم. وكما فجرت دار القرآن الكريم وبعض المدارس والمنازل، مرت مسيرة التفجير والخراب من هنا لتحول المكتب التنفيذي لحزب التجمع اليمني للإصلاح إلى أنقاض، فيما مؤسسة المرأة والطفل لم يبقي فيها سوى الهيكل المعمور، فيما نهبت كل المعامل التي تحتويها، كذلك الحال في جمعية الإصلاح ومؤسسة الفتاة وكل الجمعيات والمؤسسات الخيرية والتنموية. سجلت بالنسبة للانتهاكات في المحافظة، سجلت حالات انتهاك كثير في كل لدينا إحصائية متكاملة، لدينا قسم الإعلام الحقوقي يرصد هذه الأشياء كلها. انتهاك في الجانب القتل والاختطاف والإصابة والنهب، انتهاك في جانب اختطاف المسافرين، اختطاف البنازل، تفجير بعض المنشآت، اقتحام المؤسسات المدنية، كل هذه الأشياء موجودة وموثقة. وجدنا بيوتنا مسروقة ومنه بعضها منها سرقوها، وبعض شلوا الأثاث منها وبعضها فجروها مثل المقرات والأماكن المركزية فجروها. مبارك العبادي بابتسامة عريضة فرحا بعودته إلى منزله بعد طول غياب وتشرد ونزوح منذ أن اقتحمت الميليشيا الحوثاشية المحافظة، يحكي لنا كيف قامت ميليشيا الحوثي باقتحام منزله وسرقت بعض الأثاث والنقود والعبث بمحتويات المنزل. البيت دخلناه اليوم برفقتكم ورأينا ما أحدثه الحوثي من خراب ودمار واقتحام، كسر الأبواب عدة مرات، كسر النوافذ، باختصارهم دخلوا لينهبوا ويسرقوا وأخذوا بعض الأشياء، أخذوا نهبوا شاشة التلفزيون، نهبوا بعض المبلغ المالي، بعض المعدات الخاصة، يعني هذه كلها أخذوها، وأيضا كما أخربوا في البيت أكثر مما أخذوا. انتهاكات كثيرة ومتنوعة قامت بها الميليشيات ضد أبناء الجوف، ما جعل أغلب سكانها يتركون محافظتهم وينزحون خوفا من أن تطالهم يد هذه الميليشيا السلالية.
مدينة خاوية على عروشها منذ أن اجتاحتها ميليشيا الحوثي والمخلوع في منتصف يونيو الماضي، لتعود الحياة إليها الآن تدريجيا بعد أن حررها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مؤخرا. زين العابدين بن علي، قناة سهيل، الجوف. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل: الألغام تحصد 50 قتيلا من أبناء مأرب، مقاومة الضالع تصد محاولة تسلل للانقلابيين، قصف عشوائي يدل على هزيمتهم وانكسارهم. مشاهدينا الكرام، يرجى إعادة ضبط جهاز الاستقبال لديكم الريسيفر لاستقبال بث قناة سهيل الفضائية على التردد الجديد على قمر نايلسات، التردد 11316، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 3/4. أهلا بكم من جديد. قتل شخص وجرح 3 آخرون إثر انفجار لغم أرضي في منزلهم بمأرب، وأكد أحد أفراد الأسرة أن تركي محبوب لقي مصرعه وأصيب والده ووالدته، بالإضافة إلى إصابة أخته إصابة خطيرة. يشار إلى أن أكثر من 50 مدنيا استشهدوا في أقل من شهرين إثر انفجار الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع في المناطق التي تمركزت فيها بالجفينة قبل أن يحررها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية جنوب غربي مأرب. وكان الجيش الوطني قد أعلن عن نزعه لأكثر من 1700 لغم أرضي زرعته الميليشيا في هذه المناطق. دمر الحوثيون بمنطقة حصون مجزر شمال مأرب نحو 95 منزلا، بينهم 25 منزلا تعرضوا للتفجير بشكل كلي، فيما تعرض 70 منزلا للتدمير الجزئي. وعاد سكان منطقة حصون مجزر ليتفاجأوا بحجم الدمار الذي أصاب منازلهم وممتلكاتهم على يد ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية وآلتها العسكرية التدميرية التفجيرية. وتظهر الصور الخاصة بقناة سهيل حجم الدمار والخراب الذي تعرضت له منازل المواطنين بعد أن جرى نهب محتوياتها. كبدت المقاومة الشعبية في منطقة مريس بمحافظة الضالع ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع خسائر فادحة في الأرواح في معركة عنيفة استمرت لأربع ساعات عقب محاولة فاشلة للميليشيا التسلل إلى عزلة العمرية والالتفاف على مواقع المقاومة. وقال مصدر بالمقاومة إن المواجهات أسفرت عن سقوط أكثر من 10 قتلى وسبعة جرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، بينهم قائد الهجوم وهو ضابط برتبة عقيد يدعى علي أحمد الحاج علي من محافظة صنعاء. وكانت الميليشيا الانقلابية استبقت الهجوم والتسلل بقصف عشوائي عنيف ومكثف مساء أمس وحتى صباح اليوم على قرية القدام واللكمة والمناطق المجاورة للتغطية على الهجوم. أعقبت الميليشيا الهجوم الفاشل بقصف عنيف بالكاتيوشا والمدفعية بصورة هستيرية، حيث سقطت على قرية القدام وحدها نحو 15 صاروخا وقذيفة منذ الفجر وحتى الظهيرة.
هذا قصف على قرية القبدان من الميليشيات، قصف عشوائي يدل على هزيمتهم وانكسارهم، وبإذن الله النصر قادم وسندحرهم إلى كهوفهم في مران إن شاء الله. تابعت مؤسسة وثاق للتوجه المدني جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع ضد المدنيين في كل من قعطبة وجبن ودمت بمحافظة الضالع خلال الحرب الأخيرة التي شنتها الميليشيا على المديريات الثلاث منذ 31 من أكتوبر الماضي وحتى 10 من ديسمبر الجاري. إلى التفاصيل. كشف التقرير عن سقوط 28 قتيلا و110 جرحى بينهم امرأتان وستة أطفال. وأوضح التقرير الصادر عن التحالف اليمني للرصد وعن مؤسسة وثاق للتوجه المدني أوضح عن قيام ميليشيا الحوثي وقوات صالح باقتحام ونهب أكثر من 60 منزلا ومؤسسة تعليمية وتربوية أهلية جلها في مدينة دمت. وأشار تقرير الرصد ووثاق لاحتلال ميليشيا الحوثي وصالح 5 منشآت ومباني حكومية في كل من دمت وجبن وقعطبة بمحافظة الضالع وتحويلها إلى ثكنات عسكرية واستحداثها لأكثر من 23 نقطة تفتيش في الطرقات وعلى مداخل ومخارج المدن الثلاث المذكورة. وأكد التقرير قيام ميليشيا الحوثي وصالح بتفجير منزل القيادي في المقاومة الشعبية بجبن الشيخ غالب الشيبة في 8 من نوفمبر بقرية الغفرة بجبن واقتحام ونهب مقرين للحزب الإصلاح في مدينة دامت واقتحام مسجدين في ذات المدينة. وأوضح تقرير رصد ووثاق تعرض أكثر من 50 منزلا للقصف والتدمير من قبل جماعة الحوثي المسلحة وقوات صالح في منطقة مريس بمديرية قعطبة. وبحسب التقرير قامت الميليشيا خلال الفترة من 31 من أكتوبر وحتى 10 من ديسمبر الجاري قامت بحملة اختطافات واعتقالات طالت المواطنين والناشطين الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين في مدينة دمت. وكشف التقرير عن قيام ميليشيا الحوثي وقوات صالح بقصف مدينة دمت القديمة وقرية المعزوب بالأسلحة الثقيلة والدبابات وروعة الأطفال والنساء، ومن ثم قامت باقتحام قرية المعزوب ومداهمة 3 منازل والتمترس في منزل نصر الربيع. وأشار التقرير الصادر عن تحالف رصد ومؤسسة وثاق لتوقف الدراسة في أكثر من 5 مدارس وحرمان أكثر من 3000 طالب وطالبة من مواصلة تعليمهم في المناطق الشمالية الشرقية لمريس، وعن توقف طلاب مدرستي الحقب وخاب شمال مدينة دمت عن الدراسة بسبب قصف الأولى واتخاذ الثانية ثكنة عسكرية وخوف الطلاب من قصفها. وكشف التقرير عن موجة نزوح واسعة في الثلاث المديريات جبن ودمت وقعطبة، لافتا إلى أن الرصد الأولي للمؤسسة والإحصائية الأولى تشير إلى نزوح أكثر من 850 أسرة من قرى مريس، وذلك بسبب القصف العشوائي لجماعة الحوثي المسلحة وقوات صالح لمنازلهم بالكاتيوشا والدبابات، موضحا التقرير أن النازحين يعيشون وضعا إنسانيا صعبا ويفتقدون لمستلزمات الإيواء من غذاء وسكن ودواء وفرش وبطانيات، يتزامن ذلك مع موجة برد قاسية وقارسة تشهدها مناطق النزوح. وكشف الفريق الميداني لرصد ووثاق أن 35 مرفقا صحيا حكوميا أغلقت بسبب الأحداث في الثلاث المديريات لفقدانها للمستلزمات والأجهزة الطبية ونفاذ الأدوية الأساسية، خاصة فيما يتعلق بأدوية مرضى السكر وضغط الدم والكلى والقلب، بالإضافة إلى أن المراكز الصحية الخاصة تعاني من تدني مستوى الخدمات وفقدانها للأجهزة الطبية التشخيصية واللازمة للمرضى، وهو ما يعرض حالات المرضى والجرحى للخطر في المديريات الثلاث. وكشف فريق رصد عن تعرض أكثر من 12 امرأة من النساء الحوامل لتسمم في الحمل، وعن وفاة امرأة مع جنينها ووفاة طفل آخر بعد الولادة مباشرة بسبب المرض نفسه. كما ختم تقرير الرصد ووثاق بالإشارة إلى أن أكثر من نصف السكان في الثلاث المديريات قعطبة ودمت وجبن يعانون من ضعف القدرة الشرائية للمواد الغذائية الأساسية، فيما هناك أكثر من 7900 أسرة لم تستطع الحصول على الغذاء الكافي. سقط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع في مواجهات مع المقاومة الشعبية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. مصادر في المقاومة أكدت مقتل 3 من ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع وجرح آخرين في مواجهات مع المقاومة الشعبية إثر محاولة الميليشيا التقدم نحو موقع الطماحية بمنطقة الأجردي بمديرية الزاهر آل حميقان، إلا أن المقاومة تمكنت من التصدي لهجوم الميليشيا ودحرها وإجبارها على التراجع تاركة جثث قتلاها في المنطقة. جاء ذلك بعد ساعات من هجوم للمقاومة على مواقع الميليشيا الحوثي والمخلوع في مواقع مرداس والجماجم والسمر
والثمر وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، إضافة إلى تدمير دبابة للميليشيا في موقع مرداس. تمكنت المقاومة الشعبية من السيطرة على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء. وأفادت مصادر في المقاومة أنهم شنوا هجوما متزامنا في وقت متأخر من مساء أمس على الميليشيا أعقبها اشتباكات عنيفة. تمكنت المقاومة خلالها من السيطرة على مواقع أشعاب ناصر والثيبة وتحريرها من الميليشيا. تواصل ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابي ارتكابها المزيد من الانتهاكات للحريات الإعلامية في اليمن، حيث أقدمت وتسببت في 34 حالة انتهاك مختلفة خلال شهر نوفمبر الماضي ضد صحفيين ومؤسسات إعلامية. التفاصيل في تقرير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أحد منظمات المجتمع المدني في اليمن على انتهاكات ميليشيا الحوثي وصالح خلال شهر نوفمبر الماضي ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في اليمن، والبالغ عددها 34 حالة انتهاك توزعت على محافظات متعددة وتم تنفيذها بأساليب متنوعة. وقال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في تقريره الشهري أن الانتهاكات توزعت بحسب طبيعتها بين حالات قتل بلغت حالتين وست حالات اختطاف وست حالات اقتحام ونهب وست حالات تهديد وحالتا إيقاف صحفيين عن العمل وحالتا حجب لمواقع إلكترونية وحالة إصابة ومحاولة قتل واعتداء بالضرب ومصادرة ومنع طباعة صحف واختراق موقع إخباري. ومن جانب آخر، أبان تقرير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن توزع انتهاكات الميليشيا من حيث مكان التنفيذ على 7 محافظات يمنية، منها محافظة صنعاء بعدد 18 حالة وبنسبة تقدر ب 53% من إجمالي عدد الانتهاكات، تلتها محافظة الضالع بعدد 6 انتهاكات وبنسبة 17% من إجمالي عدد الانتهاكات، ثم محافظة عدن بأربعة انتهاكات وبنسبة 11%، ثم محافظة مأرب والحديدة بعدد حالتي انتهاك لكل محافظة، وتلتها محافظتا تعز وحجة بحالة انتهاك واحدة لكل محافظة. وأوضح التقرير أن 25 حالة انتهاك، أي ما يساوي 73.5% من إجمالي الانتهاكات، مارستها جماعة الحوثيين، تلتها 6 انتهاكات مارسها مجهولون، أي ما يساوي 17.5%، وانتهاكان مارستهما قناتان عالميتان وبما يساوي 5.8%. وبحسب التقرير، فقد كان النصيب الأكبر من الانتهاكات للصحفيين وعاملين بوسائل إعلامية متعددة وبعدد 18 انتهاكا، تلتها 10 انتهاكات طالت مؤسسات إعلامية وستة انتهاكات طالت ناشطين وبعضا من وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يسمى بالإعلام الاجتماعي. ودان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في تقريره كل الممارسات التعسفية ضد الحريات الإعلامية والإعلاميين التي تمارس في اليمن في محاولة للضغط على الإعلام وجعله يتغاضى عن الجرائم التي يتم ارتكابها، الأمر الذي لم يعد يجدي نفعا في ظل تقنية المعلومات حسب تعبير المركز. جددت ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع المتمركزة في ظهرة بني شبيب بمديرية حبيش قصفها العشوائي بالأسلحة الثقيلة منذ فجر الثلاثاء على مساكن المواطنين في عزلتي الشعاور والأهمول بحزم العدين. هذا وتدور اشتباكات متقطعة ومواجهات منذ أكثر من 4 أشهر بين رجال المقاومة الشعبية في عزلتي الشعاور والأهمول وميليشيا الحوثي والمخلوع. وتمكنت المقاومة من دحر ميليشيا الحوثي والمخلوع واقتحام مواقعهم واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بعد زحفها وتسللها إلى مواقع العدو والانسحاب منها في معركة كر وفر داخل ثكنات الميليشيا الانقلابية. هذا وسقط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي والمخلوع ليلة الثلاثاء في نقيل السيان بالخط العام بين إب وتعز في كمين نفذته المقاومة لطقم تابع للميليشيا المتمردة.
في موكب جنائزي مهيب شيع صباح اليوم جثمان الشهيد محمد السريحي إلى مثواه في مديرية بعدان بمحافظة إب. وكانت أسرة الشهيد محمد السريحي اتهمت ميليشيا الحوثي بقتله الأسبوع الماضي غدرا وظلما بعد أن قدمت إلى القرية فجأة وباشر أحد أفرادها بقنصه بطلقة نارية اخترقت عنقه. ونقلت مصادر محلية نقلا عن شهود عيان إن الميليشيا أخذت السريح بعد إصابته ولم تسعف وتعمدت تركه ينزف أمام سكان قرية الحجري لبعض الوقت لإرهاب المواطنين، ثم نقلته باتجاه مدينة إب ولم توصله إلى المستشفى إلا وهو جثة هامدة بعد مرور ساعات طويلة من قنصه واختطافه. انطلقت صباح اليوم في عدن حملة مجتمعية لنظافة محمية الطيور المهاجرة بخور مكسر، وتعد هذه الحملة ضمن حملة إنقاذ المحميات الطبيعية والتي نسقتها جمعية مبرة عدن بالشراكة مع السلطة المحلية بخور مكسر وقيادات المقاومة الشعبية بالمديرية. وتستضيف محميات الطيور المهاجرة نحو 150 صنفا من الطيور التي تبدأ هجرتها في شهر أكتوبر من كل عام وتنتهي في شهر يناير. أكد خبراء اقتصاد إن بحث الأمم المتحدة عن مصادر جمع أموال المخلوع صالح المنهوبة عن مصادر جمع المخلوع صالح للأموال المنهوبة أظهر تغلغل نظامه في الجانب الاقتصادي، الأمر الذي تسبب في انهيار الاقتصاد الوطني. وأشار اقتصاديون إلى وجود استعدادات لفك هذا التغلغل للمساهمة في بناء يمن جديد بعد تحقيق الحسم السياسي والعسكري. يبدو أن مفاوضات سويسرا الأخيرة رسمت ملامح قرب بناء يمن الغد، حيث من المتوقع أن ترافق العمليات العسكرية العملية السياسية لتجتمع وتستكمل إنهاء الأزمة السياسية الراهنة. ولبناء أي نظام جديد يجب أن يأخذ الجانب الاقتصادي أولوية هامة، وهو ما تسعى إليه الأمم المتحدة التي بدأت في البحث وجمع معلومات حول الأموال التي نهبها المخلوع علي صالح، حيث أشارت تلك المعلومات أن طرق الجمع لهذه الثروة تمت عبر طريق الفساد، خصوصا بعقود النفط والغاز، وجرى حصوله على رشاً مقابل امتيازات تنقيب حصرية. واتبع صالح خلال حكمه سياسة الهيمنة الشاملة على الاقتصاد والموارد، وبهذه الموارد أنتج طبقة فاسدة من خلال حائط الصد الذي أقامته أمام المستثمرين والاستحواذ على المساعدات والهبات والقروض، كما منح الموارد لفئة قليلة من الأقارب والمشائخ ورؤساء القبائل وضباط الجيش، واستغل إيرادات النفط والغاز والضرائب، كما استخدم المؤسسات والشركات الحكومية كأداة لتعزيز قوته وتمكينه من حماية نفسه واستدامة حكمه. حلحلت أسرار وطلاسم نظام صالح الاقتصادي دليلا على نوايا التحالف العربي لفك حلقة هذا النظام الاقتصادي. ثمت هناك مؤشرات تسعى لها دول الإقليم لإصلاح يمن الغد، فكما تقوم بتدريب جيش وطني بعيدا عن الولاءات الشخصية، فإن بعض المراقبين يرون أن دول الإقليم تسعى أيضا لهيكلة الاقتصاد الذي أصبح صالح متغلغل فيه كما هو متغلغل في الجيش. وفي ذات الوقت يتوجب على اليمن شرعية واعطيافا سياسية العمل وتضافر جهودهم مع دول التحالف العربي من أجل إنشاء نظام اقتصادي جديد يضمن العدالة والمساواة الاقتصادية للجميع وعدم تغلغل واستحواذ فئة دون أخرى باقتصاد الوطن. دشن وكيل محافظة مأرب رئيس لجنة الإغاثة الدكتور عبد رب مفتاح توزيع الإغاثة الغذائية المقدمة من دولة الكويت الشقيقة ضمن حملة الكويت إلى جانبكم في مديرية الوادي. وتستهدف الحملة توزيع 5000 سلة غذائية في 9 مديريات. وخلال التدشين ثمن مفتاح المساعدات المقدمة من دولة الكويت الشقيقة، مشيدا بدعم الكويت السخي للتنمية في اليمن منذ 60ات القرن الماضي. يقدم شباب في محافظة الحديدة أعمالا إبداعية ورسائل مجتمعية في التسامح والإيثار والدفاع عن الوطن وقيما اجتماعية من خلال لعبة. التفاصيل
في التقرير التالي. القوة والحركة والذكاء والسرعة هو ما يميز هذه اللعبة، تتسع في العالم وتأخذ حضورها بين الشباب. هؤلاء الفتية طلاب مدارس وخريج ثانوية في محافظة الحديدة، أنشأوا لعبة باركور العالمية منذ 3 سنوات ليعبروا من خلالها عن قيم اجتماعية سامية. بدأنا بتكوين فريق بتجمع عدد بسيط من اللاعبين الهاويين لهذه الرياضة، ومن ثم بدأنا بتطوير وتكوين هذا الفريق. رصيد من الأعمال الإبداعية لهؤلاء الشباب في مدينة الحديدة تمثلت في مبادرات اجتماعية ورسائل إعلامية كالمواطنة والحرية ونصرة المظلوم، قدموها من خلال رياضتهم الجديدة والغريبة بعض الشيء. طموحنا في المستقبل هو تثبيت هذه الرياضة الجميلة في الوطن العربي، ومن ثم المشاركة والمنافسة في البطولات العالمية للباركور والاستفادة في هذه الرياضة في الحياة. يقومون بالتصوير والمونتاج والإخراج بتلفوناتهم الشخصية لتجسيد قيم التسامح والسلام والدفاع عن المظلومين من خلال رسائل إعلامية نبيلة ورياضة شبابية تعكس إرادة جيل يقفز بحلمه فوق الحروب والخراب. في هذا الفيلم القصير يجسد هؤلاء الفتية قيم الإيثار في المجتمع اليمني الجريح، يؤثر كل واحد منهم الآخر في الإنقاذ. هكذا تحكي الصورة، تتداعى جراح اليمنيين مع بعضهم لإنقاذ الوطن. اليمن رغم الهموم رغم طعنات الفتن، يا أحبه لا يطول بينكم جرح الوطن. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، مدينة الحديدة. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة توفير الرعاية الصحية لكل الجرحى. التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، الحيثيات والتحديات. الشيخ حميد الأحمر يلتقي برئيس البرلمان التركي لبحث سبل دعم القدس وفلسطين. للمزيد يمكنكم متابعة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله.